قمة قمم أكبر قارات العالم قد حان موعدها. الهلال زعيم آسيا، المدجج بكتيبة نجومه ومحترفيه، والطامح لمعانقة لقبه الثامن آسيوياً والرابع في دور الأبطال واعتلاء قمة القارة الآسيوية بعدد مرات التتويج. الهلال لا مثيل له في آسيا. يواجه بوهانغ ستيلرز الساعي لفض الشراكة مع الهلال بثلاثة ألقاب لكل منهما في دور أبطال آسيا. غداً السابعة بتوقيت السعودية على SSC 7 يسبقها الاستوديو التحليلي.